ما شاء الله تبارك الله صدق. تعرف المعلم اللي جاي الهدف يعني ما جاي عنده هدف، ما جاي ياخذ راتب ويمشي، اي جاي يبي يحل الراتب صدق. ما شاء الله تبارك الله. اذكر هذا المعلم درسني وكان عنده كل وقت فسحه، المعلمين عاده وقت الفسحه هذا وقت غرفه المعلمين، اي غرفه المعلمين وقت بريك له يفطر يريح شوي يعطونه الفول والتميس، اي يستعد للدرس اللي بعده. لكن هذا سبحان الله هم اثنين الله يذكرهم بالخير مسخرين اوقاتهم ما شاء الله تبارك الله لهالشباب الجيدين، يعني يستقطبون الشباب الجيدين في غرفه يسمونها في المدارس التوعيه الاسلاميه، تمام. فكان ما شاء الله كل فسحه يجونهم الطلاب في الفسحه يقدموا لهم اما دروس اما بعض المسابقات، يشوفون احتياجات الطلبه. يعني انا اذكر يعني من ضمن الامور اللي صدق اثرت فيني يعني، وكان يضحي فيها يناظر الطالب اللي وش ينقصه، مثلا يشوفني انا مثلا وش ينقصه. انا اذكر ذيك الايام كنت جريء بس الجراءه فيها يعني شوي على قولتهم يعني ما فيها زود ثقه على قولتهم. فكان يقول لي على عماها شوي، اي قال لي صالح تعال. كنت مدغبس، ها؟ كنت مدغبس. هذه مشكلة. شاهد بذل الموقف، موقف بسيط أقسم بالأثر فيني تأثير كبير، ألا وهو كان ذيك الأيام، يا مرحبا وش العيش هذي بيض الله وجهك. أيوه كان ذيك الأيام، كمل الأيام، إي كان ذيك الأيام داخل رجال داخل، كان هو جزاه الله خير قبل الفسحة، تخيل قبل الفسحة يحاول يرتب وقته يطلع يجيب فطور للشباب زين، وعين قائد قال تعال انت يا صالح بع على الطلاب وخذ منهم، تمام. السلام. من هالموقف البسيط زرع فيني ثقة عظيمة، الله اكبر، زرع فيني ثقة مو طبيعي. يعني موقف عادي يعني خلاك تبيع، يعني هو في غرفة طبعا، هي في الزاوية، لا هو في مقصف، هذه غرفة ذيك الغرفة في زاوية الغرفة، بس انا اعطاك روح قال لي تاكي عند الفلافل وكذا، ولا هذا الكلام يبيع اثنين وياكل ثلاثة، لا يعطيني مخصوص يقول شف هذا يخليه يقص معي لا لا يقول خذ لك البيض ولك الخبز الراحيه ولع الشيخ يلا ها يا مال لا والله نشوي على طاري البيع ها ايوه فهذه من الاشياء التي اي وايضا في نهايه الاسبوع كان كل اسبوع يطلع بالشباب رحله، يعني لو غيره واحد لو واحد من غيره قال يا اخي انا اشرح الدرس واقضي الباب الله يسترني عليهم، التاثير بيكون في الحصه، ليش برا الحصه؟ لكن ذولي ما شاء الله تبارك الله عندهم تضحيه واستشعروا الهدف، هذه استشعر ليش انا جاي، ليش والله شوف انا اقول ولا طوالتي يا عبد الله. ومن بعدها والله ثم والله كم مر عليهم اجيال، يعني اتوقع انهم فوق 15 سنه وهذا هذا عملهم هذا تركيزهم، يعني يا كم من الدعوات اللي جتهم الله يحفظه. اي والله ما شاء الله تبارك، يعني تعرف الذكر الطيب كما قال الله يذكر هذا اللي يبقى ابو فلان والله يذكر ابو فلان ما قصروا معنا. والفتره هذه متى؟ فتره متوسطه، تلقى واحد تقبل عاد بثاره المتوسط ترى تحصل فيها بثاره، يعني تلقاه يتحملكم مو طبيعي. يعني انا والله انا اذكر بيجي دعذا درست مرحله متوسط وفي الفصل يجيك طالب في بذاره مو طبيعيه والله. تقول كيف انا يوم كنت مكانه يا اخي كيف كانت ما اذكر الا المدرسين اللي يعني معطينا وجه، يقول الله يبيض وجه ابو فهد، الله يبيض وجه ابو سعود، اقسم بالله انهم صابرين علينا وصابرين على بذارتنا. اي والله خلكم تحسون بمدرسين صنعوا منكم كيف صنعوا منكم شوي صح؟ يا ضرب وجهه لا بعد لو نرجع الى التضحيات بما اني